كالعادة دايما النادي الأهلي بيدخل معسكرا مغلقا قبل أي مباراة، قبل مباراة وادي دجلة. النهاردة كانت التمرينة خلصت، التمرينة الكل توجه إلى الأتوبيس، والأتوبيس توجه إلى فندق الإقامة. وفي فندق الإقامة النهاردة كانت في محاضرة خفيفة والعشاء، وبعد كده كل اللاعبين بقى بيطلعوا كل واحد أوضته، يطلع ينام ويريح لغاية إن شاء الله المباراة اللي هتبقى بكرة. وسوف تنقل لحضراتكم طبعا المباراة للاستوديو التحليلي قبل المباراة بساعتين كالعادة الحقيقة، مع النجم الكبير كابتن أيمن شوقي، وهيكون معاه ضيوف الكبار اللي بيكونوا متواجدين لتحليل هذه المباراة غدا على شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين التمرينه بتاعت النهارده اللي قبل المباراه دي بتبقى التمرينه خفيفه جدا، بتبقى 5 على 2، اللاعبين بيقفوا يضحكوا شويه يباصوا شويه وهم واقفين بيعملوا حاجات خفيفه زي ما حضراتكم شايفين، هي مجرد تمرينه لاستعاده النشاط قبل المباراه. وكالعاده الحقيقه ومسانده دائمه من رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، وكلام مهم الحقيقه مع بيتسو موسيماني، وطبعا عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني واقف مع كابتن خطيب وبيتسو، لانه طبعا من الواضح المسانده الدائمه اللي بيعملها كابتن خطيب خلال هذه الفتره في وجوده الدائم. يعني الحقيقه كل مباراه او قبل اي مباراه بتلاقي كابتن خطيب متواجد في استاد التتش لمؤازره اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وجود الكابتن خطيب هو عارف كويس جدا ان عدم وجود الجمهور مأثر بشكل او باخر، فوجود الكابتن خطيب بيعطي طابع ان من خلاله كل الجمهور بينقل وجهة نظرهم للاعبين، وهو ده الاهم، ان الكابتن خطيب بيكون متواجد كأسطورة كبيرة وكرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في كل او قبل كل المباريات. تمرينة خفيفة، خلصت التمرينة والكل الحمد لله زي الفل، والكل طلع على فندق الإقامة.